السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعب الأدبية، لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية، ومعنا ليالي الامتحان. نحن في الليلة الأخيرة من مراجعات ليالي الامتحان، إن شاء الله الامتحان غدا. النهاردة إحنا معانا مراجعات عامة، لأن إحنا يا أولاد كنا تحدثنا عن الدرس التمهيدي والوحدة الأولى ثم الوحدة الثانية والوحدة الثالثة، وكان تبقى لنا الوحدة الرابعة، هناخدها في مراجعة سريعة وبعدين نراجع بقى المراجعة طولا وعرضا، يعني مراجعات للمنهج بكافة وحداته غير منظمة. طيب بنبدأ نشوف على الشاشة دلوقتي أسئلة الوحدة الرابعة، تفكرنا بالمراجعات. احنا بنتكلم، خدنا المفاهيم بتاعتها، بنتكلم النهاردة على مراحل قيام النظام العالمي الجديد. بنقول مرة النظام الإعلامي الجديد هنا بعدة مراحل، بنشوف قدامنا المراحل اللي مر بيها النظام الإعلامي الجديد. طرح الفكرة كان على يد ويلسون، يبقى احنا عندنا هنا من الشخصيات اللي بناخدها في منهج الجغرافيا بالإضافة لشخصيات الدرس التمهيدي عندنا ويلسون. نضم ويلسون بقى للشخصيات بتاعتنا. ظهر النظام الإعلامي الجديد في خطاب الرئيس جورباتشوف اللي اعلن في خطابه يعني بدء حقبه بالتعاون مع الغرب ونهايه الحرب البارده. ايضا عرف المصطلح وشاع من خلال خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش الاب. يبقى احنا الشخصيات بتاعتنا اولاد ويلسون، وعند طرح الفكره ويلسون، ظهرت الفكره على يد جورباتشوف، عرف المصطلح وشاع على يد جورج بوش الاب. دي كانت مراحل النظام العالمي الجديد بترتيبها. المبادئ الحاكمة للنظام العالمي الجديد، أو المبادئ اللي كان جورباتشوف قال إنه لابد إن النظام العالمي الجديد يتصف بها: نزع السلاح، إحلال توازن المصالح بدلا من توازن القوى، نزع الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية، التخطي الحواجز أو العمل من خلال تخطي الحواجز على تحقيق لتحقيق صالح البشرية. ديت مبادئ النظام العالمي الجديد. ما هي المبادئ الحاكمة للنظام العالمي الجديد؟ ما هي مبادئ النظام العالمي الجديد؟ عندنا المبادئ دي: اتنين نزع واتنين احلال، نزع السلاح ونزع الصفة الايديولوجية، احلال توازن المصالح بدلا من توازن القوى، احلال مصالح البشرية او صالح البشرية محل النزاعات والصراعات. اتنين نزع واتنين احلال. طيب عندنا سؤال تاني: متغيرات اللي أدت للإعلان على النظام العالمي الجديد. هنا بتيجي المتغيرات دي يا أولاد على ما العلاقة؟ ما العلاقة بين سعي دول أوروبا لاستكمال وحدتها والنظام العالمي الجديد؟ كانت أحد المتغيرات التي ساعدت على قيام النظام العالمي الجديد. يبقى احنا بناخدها هنا ما العلاقة برضو، لأن احنا قلنا بناخد السؤال وبناخد صيغة أخرى لهذا السؤال أو صيغة للإجابة. رقم اتنين: سعي الدول الصناعية الآسيوية الناشئة للحصول على مكانة هامة في الساحة الاقتصادية والسياسية. طيب برضو بنقول ما العلاقة بين الدول الصناعية الآسيوية والنظام العالمي الجديد؟ كانت أحد المتغيرات سعي الدول الآسيوية للحصول على مكانة هامة في الساحة الاقتصادية، كان أحد متغيرات نشوء أو ظهور النظام العالمي الجديد. ظهور ألمانيا واليابان كقوتين عظمين، ما العلاقة بين اليابان وألمانيا من حيث كونهما قوتين عظمين والنظام العالمي الجديد؟ أحد متغيراته. الثورة الصناعية الثالثة، يطلق على الثورة الصناعية الثالثة اسم نقط الثورة المعلوماتية. شوف أنا بجيب لك السؤال ونجيب أفكار على نفس السؤال. يبقى الثورة الصناعية الثالثة يطلق عليها الثورة المعلوماتية. ما العلاقة بين الثورة الصناعية والنظام العالمي الجديد؟ كانت أحد المتغيرات التي أدت إلى قيام النظام العالمي الجديد. تدعيم دور الأمم المتحدة، ده كان من خصائص النظام العالمي الجديد أو المتغيرات اللي ساعدت على النظام العالمي الجديد. خصائص النظام العالمي الجديد: ثورة هائلة، تحرير التجارة، تدويل المشكلات، تقلص دور السيادة الوطنية، بروز ظاهرة الاعتماد الدولي المتبادل، وظهور التكتلات الاقتصادية الكبرى. أهداف النظام العالمي الجديد، طبعا الأهداف دي يا أولاد كلها قيم إيجابية، يعني نقدر نقولك ما هي القيم الإيجابية
التي يمكن من خلالها إقامة نظام عالمي الجديد، المحافظة على الاستقرار واحترام دور الأمم المتحدة، احترام سيادة كل دولة واستقلالها وعدم المساس بوحدتها الوطنية، نشر قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها. هل حقق النظام العالمي الجديد أهدافه المنشودة؟ نقدر نقول إن هي لم يحقق أهدافه بعد، إذ أنه كثيرا من حقوق الإنسان تعد مهدرة في الكثير من الدول، والدليل على ذلك قضايا اللاجئين المنتشرة ومنها اللاجئين الفلسطينيين واضطهاد الأقليات في كثير من الدول مثل بعض الدول في جنوب شرق آسيا، وعندنا حق الشعوب في تقرير مصيرها لا زال ناقصا بأن الشعب الفلسطيني لم يستطع تقرير مصيره بعد. يبقى احنا عندنا هنا، هل حقق النظام العالمي الجديد أهدافه المنشودة؟ بص أنا خدت منهم هدف وقلت لا، احنا كده ما عندناش تطبيق كامل لمبادئ النظام العالمي أو أهداف النظام العالمي الجديد. أيضا بالنسبة لاحترام سيادة كل دولة واستقلالها، هناك طبعا اعتداءات لكثير من الدول وتدخلات في كثير من الدول في شأن الدول الأخرى. طيب بعد كده عندنا سؤال آخر، ما النتائج المترتبة على قيام النظام العالمي الجديد بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامية؟ وهنا أنا بدعو أبنائنا إن هذا السؤال يعني بيكون من الأسئلة اللي لازم نفرق فيها بين نتائج النظام العالمي الجديد على الدول المتقدمة ونظامه ونتائجه على الدول النامية. احتكار المطلق للسلاح والمال والتكنولوجيا، هذا نتيجة إيجابية للدول المتقدمة بينما نتيجة سلبية للدول النامية. أنا عايزك تفرق في النتائج دي، تاخدها أنت بقى كده وتفرق ما بينها، تقول في نتيجة دي بالنسبة للدول المتقدمة نتيجة إيجابية، ما هم محتكرين السلاح والمال والتكنولوجيا، أما بالنسبة للدول النامية فهي سلبية. لماذا؟ لأن طبعا يعتبر السلاح والمال والتكنولوجيا أداة في الدول المتقدمة للضغط على الدول النامية، بالإضافة إلى تحولهم لدول أوروبا على حساب الدول النامية، مما أساء إلى الدول النامية. توظيف التكنولوجيا من أجل الوصول لأعلى معدلات الإنتاج، وهنا يدور الصراع الخفي على المواد الخام التي تدخل في صناعة التكنولوجيا كاليورانيوم. طيب بما تفسر الصراع الخفي على المواد الخام؟ طبعا بتحقق يعني معدلات عائلة هائلة، لأن توظيف التكنولوجيا يؤدي إلى تحقيق إنتاج ذو معدلات عالية، وبالتالي يدور الصراع حول هذه المكونات التكنولوجية، وده أدى إلى الإضرار بالدول النامية التي لديها تلك المكونات أو الخامات. تضاءل دور حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية في النظام العالمي الجديد، تضاءل دور حركة عدم الانحياز، وهذا التضاءل جه طبعا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي او الكتلة الشرقية بصفة عامة، فلم يعد هناك سياسة القطبين، فبالتالي كانت الجماعة التي تحارب سياسة الاستقطاب وهي عدم الانحياز اصبح ليس لها شأن او ضعيفة التأثير. التدخل الامريكي في الشؤون الداخلية لبعض الدول، وهذا اساء لكثير من الدول النامية. اختراق الامن الثقافي العربي، كيف يتم اختراق الامن الثقافي العربي؟ باحلال قيم العولمة السلبية، وذلك من العوامل السلبية التي اثرت سلبا في الدول النامية او اثرت على الدول النامية. طيب ناخد مع بعضينا رسمة يا اولاد، كان بعض ابنائنا بيقول اشكال المياه أمام سواحل الدول، عايزين نشوف أشكال المياه أمام سواحل الدول، ونرجع تاني نستكمل مراجعتنا للوحدة الرابعة. المراجعة السريعة، بناخد صورة أشكال المياه أمام سواحل الدول. عندنا هنا الشكل الأول يا أولاد اللي موجود قدامنا هو المياه الداخلية، يعني أنا عندي الشكل، هذا الشكل هو المياه الداخلية. المياه الداخلية هنا بنقول عليها دي عبارة عن أشكال المياه التي تقع على سطح اليابس، ممثلة إيه بقى؟ في بحيرات زي ما احنا شايفين، دي بحيرات مثلا، أو مصبات الأنهار، لو قلنا مثلا مصب النيل مصبات الأنهار، الخلجان لو قلنا شبه جزيرة سيناء وده خليج السويس يبقى الخلجان، يبقى الخلجان والبحيرات ومصبات الأنهار هي المياه الداخلية، والمياه الداخلية جزء من يابس الدولة، تحسب من يابس الدولة وليست من المياه
الإقليمية، بل تعتبر من يابس الدولة. هذا هو بالنسبة للجزء الأول أو الشكل الأول، وهو المياه الداخلية. الشكل الثاني هنا يا أولاد هو المياه الإقليمية. والمياه الإقليمية قدامنا زي ما احنا شايفين، نطاق من المياه ينتهي عند حافته الخارجية، حافته الخارجية من جهة البحر اللي هي الحافة دي، دي الحافة الخارجية، ينتهي عند الحافة الخارجية اللي هي هنا كده، انتهاء الحد السياسي للدولة. يبقى نطاق ينتهي عند حافته الخارجية من جهة البحر، انتهاء الحد السياسي للدولة. طيب عايزين نقول سيادة الدولة، أو لما نيجي نتكلم ونقول قارن ما بين المياه الإقليمية والمياه الداخلية من حيث سلطة الدولة، كلاهما تفرض عليه سلطة وتشريعات الدولة. يبقى الاتنين بيتفرض عليهم سلطة وتشريعات الدولة. لو أنا قارنت بينهم، المياه الإقليمية ينتهي عندها أو عند حافتها الخارجية من جهة البحر انتهاء الحد السياسي للدولة. المياه الداخلية أشكال المياه على سواح أو على يابس الدولة، ويحسب ضمن يابس الدولة. طيب عندي بعد كده نوع من المياه هو المياه التكميلية. يبقى المياه اللي عندي هنا، النوع اللي بعد كده اللي جه، المياه التكميلية. وطبعا المياه التكميلية جزء من المياه يلي المياه الإقليمية. هذا الجزء الذي يلي المياه الإقليمية اسمه ايه؟ المياه التكميلية. طيب بما تفسر نشأة المياه التكميلية؟ طبعا ده نطاق يلي الإقليمية، تستغل الدولة في فرض أمور تتعلق بالأمن والسلامة والرقابة وفرض الرسوم، وهذا النطاق سيطرة الدولة عليه مشروطة بقوة الدولة وأمن وسلامة الدول المجاورة. يعني يعد المياه التكميلية جزء من المياه الإقليمية خطأ. أقول تاني، المياه التكميلية جزء من المياه الإقليمية خطأ. المياه التكميلية جزء من أعالي البحار، وسيادة الدولة عليها مشروطة، مشروطة بقوة الدولة وأمن وسلامة الدول المجاورة. طيب عندي بعد كده نطاق من المياه هو المياه المحايدة. نطاق من المياه هو المياه المحايدة. النطاق، هذا النطاق يسمى المياه المحايدة. نطاق يلي التكميلية لمسافة محددة داخل البحر تدعي الدول السيطرة عليه، وذلك تحريم أو منع العمليات العسكرية الأجنبية، منع العمليات العسكرية الأجنبية. والمياه المحايدة والمياه التكميلية كلاهما جزء من أعالي البحار، وأيضا سيادة الدولة عليهما مشروطة، مشروطة بأمن وسلامة الدول المجاورة وقوة الدولة. يبقى دي اسمها المياه المحايدة. آخر نوع من أنواع المياه عندنا اللي هو أعالي البحار أو المياه الدولية. أعالي البحار أو المياه الدولية هو جزء من المياه أو مسطح من الماء يلي المياه المحايدة إلى عمق البحر أو المحيط. وهذا الجزء يعد مشاع لجميع الدول، لا تفرض فيه رقابة على الملاحة في المياه الدولية. يحق للدول فرض رقابة في المياه الدولية عبارة خاطئة، ليست هناك رقابة على الملاحة في أعالي البحار أو المياه الدولية. هذا الجزء من المياه يقع تحت الرصيف القاري. يعني احنا عندنا هنا لما نيجي نتكلم على الرصيف القاري نقول ايه بقى؟ الرصيف القاري امتداد لليابس تحت سطح الماء حتى عمق 100 قامة او 180 متر. تمام كده، 182 بالتحديد. ده اسمه ايه؟ الرصيف القاري، امتداد من اليابس تحت سطح الماء. والرصيف القاري يا اولاد نشأت بعض النزاعات مؤخرا في مناطق الرصيف القاري بين الدول.
لماذا زادت أهمية الرصيف القاري؟ لماذا دارت نزاعات على مناطق الرصيف القاري؟ وذلك لاكتشاف حقول البترول والغاز الطبيعي مؤخرا في مناطق الرصيف القاري. هذا الذي يؤدي إلى طبعا قيام النزاع. يبقى احنا خدنا أشكال المياه وخدنا سيادة الدولة وسلطتها على كل جزء. هنا سلطة الدولة، مياه داخلية، إقليمية سلطة الدولة، التكميلية والمحايدة سلطة الدولة مشروطة، أعالي البحار ليس هناك سلطة للدولة. يبقى خدنا جميع أنواع السلطات على أشكال المياه، وطبعا دي من الرسومات اللي بعض أبنائنا كان بيلاقي فيها صعوبة، أعتقد إنها بعد ذلك إن شاء الله هتكون سهلة وميسرة بالنسبة لأولادنا. بعد كده يا أولاد طبعا بناخد بعض الأسئلة، بنشوف مع بعضنا في الوحدة الرابعة. عندنا طبعا العلاقات الدولية، والعلاقات الدولية دي من دروس الوحدة الرابعة أو الدرس الآخر. احنا عندنا وحدة رابعة تضم درسين، بنعرف العلاقات الدولية، تعريف العلاقات الدولية. بنقول ايه بقى في العلاقات الدولية؟ هي مجموعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والقانونية والدبلوماسية بين الدول أو المنظمات الموجودة على الساحة العالمية، أو التفاعلات، مجموعة العلاقات أو التفاعلات. احنا بنتكلم هنا في سياق واحد، لكن نقدر نقول من التعريف حاجة يا أولاد، صح أم خطأ؟ تقتصر لما نيجي نقول مثلا صح أم خطأ، تقتصر العلاقات الدولية على العلاقات بين الدول. هذه العبارة ما مدى صحتها؟ طبعا هذه العبارة عبارة خاطئة، لأن العلاقات الدولية ليست علاقات بين الدول فقط، لكنها علاقات بين المنظمات أيضا. علاقات يعني وجود الدولة في منظمة زي منظمة اليونسكو أو في منظمة زي الأمم المتحدة، إنما هذه هي علاقات دولية. حينما احتلت الصين مقعد دائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن زادت علاقتها الدولية، وكان هذا من خصائص ازدياد علاقتها الدولية. يبقى العلاقات الدولية هنا ليست بين الدول فحسب، وإنما الدول والمنظمات أيضا. يبقى ما تقتصرش العلاقات على العلاقات بين الدول فقط. طيب، ظهرت العلاقات الدولية كيف أو بما تفسر ظهور العلاقات الدولية؟ طبعا العلاقات الدولية كان عندنا ليها في القدم كان ليها تطور تاريخي، إلا أن العلاقات الدولية قامت قديما أو نشأت قديما. الدليل على ذلك أن رمسيس الثاني كانت له علاقة بالحيثيين وعقد معاهدة مع ملك الحيثيين في هذا الوقت خاتوسبل لتنظيم مبادئ السلم والحرب، بما تفسر عقد معاهدة بين رمسيس الثاني والحيثيين لتنظيم أمور السلم والحرب. وكانت العلاقات الدولية، يعني احنا مثلا لما نيجي نتكلم على العلاقات الدولية في سؤال نقارن، قارن بين العلاقات الدولية، هنقارن ما بين العلاقات الدولية قديما وحديثا. العلاقات الدولية قديما كانت علاقات، يعني علاقة رمسيس الثاني مع الحيثيين كانت علاقة جوار، يبقى هنا علاقات ايه؟ علاقات جوار ما بين دولتين متجاورتين. طب ليه ما عملناش علاقة ما بين دول أبعد من ذلك؟ لأن الدولة والدولة المجاورة فقط هما اللي كانوا في بينهم علاقة، أما الدول الأخرى البعيدة لم يكن هناك من وسائل الاتصال تمكننا بالاتصال إلا بالدولة المجاورة فقط، لأن وسائل كانت بدائية في الانتقال. نحن نتحدث عن رمسيس والحيثيين قديما. أما في العصور الوسطى علاقات الفرس والروم، وبرضو كانت علاقات جوار وتراوحت برضو بين السلم والحرب، كشأن العلاقة القديمة بين رمسيس والحيثيين، علاقة حرب معركة قادش ثم سلم المعاهدة. وأيضا في الدولة في العصور الوسطى كانت هناك علاقات الدولة الإسلامية بالدول المجاورة، الدولة الإسلامية والدول المجاورة، وبرضو كانت علاقات تراحت بين السلم والحرب، اللي هي علاقات الدولة الإسلامية بالفرس والروم.
يبقى العلاقات القديمة كانت علاقات جوار، طبيعة العلاقة ايه؟ تراوحت بين السلم والحرب، يبقى هنقول هنا ايه؟ كانت علاقات ايه؟ سلم وحرب. يبقى احنا عندنا دي العلاقات في العصور القديمة او الوسطى، وده شكل العلاقة. طيب حدثت حادثة بقى، يعني جه في النص كده حاجة متغير، هذا المتغير غير العلاقة بقى كلها. ايه المتغير ده يا ولاد؟ الثورة الصناعية. عشان لما يجي يقول قارن بين الثورة الصناعية والعلاقات الدولية، نقلت العلاقات الدولية، نقلت العلاقات الدولية من علاقات جوار أنتجتني، يعني الثورة الصناعية أنتجت يعني وسائل اتصال رائعة وعظيمة، نقلتني إلى كل العالم بأسري، حتى الدول الهامشية. نحن نستطيع الذهاب إلى أستراليا، نيوزيلندا، الدول الهامشية بواسطة شركات الطيران العالمية والسفن وغيرها. يبقى احنا عندنا هنا مش علاقات بقى الثورة الصناعية نقلت لي العلاقات من جوار، لا، العلاقات شملت العالم كله. يبقى هنا ايه؟ حديثا اتسعت العلاقات، اتسعت لتشمل ايه بقى؟ العالم بأسره. يعني ايه؟ كل العالم، العالم بأسره، تمام؟ يبقى هنا العلاقات اتسعت لتشمل كل العالم بأسره. عظيم. طيب ده العلاقة من حيث الاتساع والمدى بتاعها. طب طبيعة العلاقة بقى، هل سلم وحرب؟ لا، ده العلاقات هنا بقى تنوعت، بقت علاقات سلمية واقتصادية وعسكرية وعلاقات فنية وعلاقات ثقافية. نحن الآن في مصر نعيش أجواء بطولة الأمم الإفريقية. نعم، كم دولة في مصر حاليا؟ 24 دولة إفريقية في علاقة إيه؟ رياضية. يبقى احنا عندنا العلاقات بقى تنوعت، ثقافية، رياضية، دبلوماسية وغيرها. يبقى هنا هنقول إيه؟ تشعبت العلاقات. بما تفسر؟ تتميز العلاقات الدولية حاليا بالتشعب. نعم، لأنها تشمل إيه بقى؟ تشمل علاقات سياسية، دبلوماسية، نقول اقتصادية، فنية، رياضية إلى آخره. يبقى ده اسمه تشعب في العلاقات الدولية. يبقى احنا قارنا في مقارنة، وخدنا من جوه أسئلة المقارنة أسئلة أخرى. ده لما تيجي تذاكر لازم تكون الفكرة دي في مخك، وده السر في انك انت ازاي تحل الامتحان بتاع الفهم. تحل الامتحان بتاع الفهم لما تكون ما بتذاكرش السؤال كقالب جامد، حرك السؤال. طب يجي بشكل تاني ازاي؟ الاجابات دي استخدمها امتى؟ احنا جبنا اخر كلمة هي تشعبت العلاقات كخاصية من خصائص العلاقات الدولية حديثا، تشعب العلاقات. عليها سؤال، بما تفسر تشعب العلاقات؟ نعم، عشان احنا قلنا المحتوى، العلاقات اصبحت سياسية ودبلوماسية واقتصادية وفنية ورياضية وغيرها. يبقى انا هنا يعني بدعو ابنائنا الطلبة الى التمسك بعقيدة الفهم، هي دي اللي هتخلينا نحل الامتحان واحنا مستريحين. طيب هل العلاقات الدولية كما نرى في السؤال، بما تفسر للعلاقات الدولية خلفية تاريخية؟ هل العلاقات الدولية خلفية تاريخية؟ نعم، وهو ما ذكرناه المعاهدة اللي عقدها رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين. وخلي بالك احيانا يقول لك صح او خطأ، عقد رمسيس الثالث معاهدة مع الحيثيين، انت هتجري تقول صح، ده قال لك رمسيس الثالث، وفي كتاب المدرسة الإجابة رمسيس الثاني. وخلي بالك هو كده ما بيقولش مثلا بتقول الله ده ايه التفاهة دي، لا، هناك شخصية ملكية اسمها رمسيس الثالث فعلا. يبقى في رمسيس الثاني ورمسيس الثالث، لما يقولك رمسيس الثالث دي شخصية أخرى، مش هو قال رقم كده عشوائي وخلاص. علاقات الفرس والروم مع الممالك الخاضعة لهما، كانت منطقة الشام مسرح للصراعات، قامت العديد من الصراعات
في العصور الوسطى بين الممالك في نقط الشام. طبعا مفيش حاجة اسمها نقط، احنا بنتكلم على اختيار ما بين الأقواس. علاقة الدولة الإسلامية مع جيرانها في مختلف العصور ديت كانت العلاقات القديمة أو العلاقات القديمة السياسية. كان للثورة الصناعية أثر في ظهور العلاقات الاقتصادية. نعم، الثورة الصناعية زادت من اعتماد الدول بعضها على بعض الآخر، نقلت العلاقات من علاقات جوار إلى علاقات شملت العالم جميعا، نقلت نوعية العلاقة من الحرب والسلم إلى مجالات أخرى متعددة، وده التأثير الرائع للثورة الصناعية على العلاقات الدولية. هناك مقومات تؤثر في العلاقات الدولية. الموقع الاستراتيجي، الموقع الاستراتيجي يؤثر في العلاقات الدولية. وإذا إحنا تحدثنا عن الموقع الاستراتيجي للعلاقات الدولية هنستنتج بأنه أن هناك دول هامشية وهناك دول، هذه الدول مركزية محورية. يعني احنا عندنا هنا كده خريطة العالم بيبان عليها ونوضح عليها، هذه الدولة هي دولة هامشية. هامشية يعني تقع على الأطراف، ليست دولة هامشية مثل تلك الدولة نيوزيلندا أو هذه الدولة أستراليا، وهي دول هامشية يعني تقع على الأطراف، ليست في علاقاتها مثل هذه الدولة وهي الدولة التي تتوسط العالم. يبقى هنا الموقع يؤثر في العلاقات الدولية. نعم، ليست دولة، علاقة دولة هامشية مثل نيوزيلندا أو أستراليا، ليست في علاقتها كدولة محورية مركزية مثل مصر. أبنائنا الأعزاء، نخرج في فاصل قصير ونعود مرة أخرى لمواصلة مراجعات مدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية. نواصل أبنائنا مواصلة مدرسة على الهواء ومراجعات الجغرافيا السياسية، والحلقة الأخيرة من مراجعات ليالي الامتحان. كنا بنتكلم يا أولاد على تأثير العلاقات الدولية، الموقع على العلاقات الدولية، وقلنا ليست علاقة دولة مثل نيوزيلندا أو أستراليا هي دول هامشية، علاقتها ليست كدولة محورية مركزية استراتيجية مثل مصر. وعلى هذا نأتي للسؤال، بيقول السؤال أي صحة العبارة يؤثر الموقع الاستراتيجي في العلاقات الدولية؟ خلي بالك من السؤال ده، نحن ممكن نقول عليه إيه؟ ما مدى مصداقية هذه العبارة؟ أو يعني نقدر نقول ما تقييمك لمصداقية تلك العبارة؟ أخذا بقى بالسؤال اللي جه في التاريخ. طيب، لمصداقية تلك العبارة الموقع الاستراتيجي له أثر في العلاقات الدولية؟ نعم، هذه عبارة صادقة. وإن كانت العبارة مثلا لو في عبارة يعني فيها نفي نقول نعم، يعني هذه العلاقة هي علاقة أو هذه العبارة أقيمها بأنها غير صادقة. تمام؟ فيجوز ان يكون يجيب لك العبارة صح او خطأ وتقيم مدى صدقها. ده برضو من ضمن الاسئلة. يؤثر الموقع الاستراتيجي في العلاقات الدولية؟ قلنا نعم، فانه ليست دولة، فالعلاقات الدولية لهامشية مثل او لدولة هامشية مثل نيوزيلندا واستراليا تختلف عن دولة مركزية مثل مصر على خريطة العالم. طيب، عندنا بعد كده من العوامل المؤثرة ايضا المساحة. تؤثر المساحة في العلاقات الدولية؟ نعم، المساحة تؤثر، لأن ليست دولة مثل روسيا بكل ما تحمله هذه الدولة من إمكانيات في مساحتها الضخمة، ليست كدولة قزمية المساحة أو دولة صغيرة المساحة مثل الفاتيكان. وإحنا عندنا أولاد برضو على خريطة العالم نوقع روسيا لأبنائنا اللي ما كانوش معانا وإحنا بنراجع الخرائط. احنا ما بنقولش سؤال الا الخريطة معانا. عندنا هنا الخريطة اهو واضح عليه دولة روسيا. يبقى دولة روسيا دي الدولة اللي موجودة عندنا هنا، اكبر دول العالم مساحة. اكبر دول العالم مساحة. طيب، لما نتكلم على روسيا بالمرة، دولة طبقت نظرية الدفاع بالعمق ضد ألمانيا، دولة بها عاصمة هي موسكو، عاصمة سيادة قومية، دولة تتعدد بها الأقوميات، دولة بها أقليات قومية، دولة يتنوع بها الثروات بما أن مساحتها كبيرة. تمام؟
طيب لما نيجي طبعا هذه الدولة أيضا أسست حلف وارسو، هذه الدولة أيضا تزعمت الكتلة الشرقية، يبقى دي كلها لما نيجي نتكلم على دولة مثل هذه الدول كبيرة المساحة. طيب من العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية أيضا المقاومات بقى البشرية المؤثرة في العلاقات الدولية. ناخد إيه من المقاومات البشرية المؤثرة؟ عدد السكان. نعم عدد السكان لما نيجي نتكلم مثلا في البداية على عدد السكان، ليست دولة أو احتلت الصين مقعد دائم في الأمم المتحدة لسكانها، احتلت الصين مقعد دائم في الأمم المتحدة، وده وسع من علاقاتها الدولية احتلالها مقعد دائم في الأمم المتحدة بسبب عدد سكانها يربو على تقريبا ربع سكان العالم. وبرضه هناخد الصين على خريطة العالم عشان يبقى قدامنا الكلام واضح معانا الخريطة، وبنقول الصين اهي دولة ضخمة المساحة وحدوية أيدت مبادئ حلف وارسو ولم تنضم إليه، تلعب دور في العلاقات الدولية وتسعى الدول لعقد علاقات معها وذلك لقوتها الاقتصادية، احتلت مقعد دائم لعدد سكانها أو دولة تتعدد علاقاتها لعدد سكانها. ويكفي القول بأن هذه الدولة يجاورها 15 دولة، يبقى دولة يجاورها 15 دولة الصين. طيب بالنسبة للمجال العسكري وهو العامل الثاني من عوامل المؤثرة في العلاقات الدولية، هذا العامل وهو المجال العسكري رقم 2 المجال العسكري. هذا العامل يعني بيقول ايه؟ ان روسيا لازالت تلعب دور وهي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي القديم، تلعب دور في الاحداث في سوريا وفي اوكرانيا، لازالت تلعب دورا عسكريا في الاحداث في سوريا واوكرانيا. هذا بالنسبة للمجال العسكري. الوزن الاقتصادي من العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية، نعم قلنا الصين أصبحت لاعب على مسرح السياسة العالمي وتسعى الدول لعقد علاقات معها لقوتها الاقتصادية. طيب بعد كده عندنا يؤثر طبعا عدد السكان، ده السؤال اللي احنا قلناه لسه بنقول لسه في السؤال اللي عايز يكتب السؤال، دولة بوزن الصين احتلت مقعد نتيجة سكانها والثقة الاقتصادي والعسكري. بعد كده عندنا تلعب قوة الدولة العسكرية دور مؤثر في العلاقات الدولية، نعم ما زالت روسيا الوريث الوحيد أو الأكبر تلعب دور في الأحداث في أوكرانيا والأوضاع في سوريا. في سؤال آخر برضو من الوحدة الرابعة، تلعب قوة الدولة الاقتصادية دور مؤثر، الصين بقوتها الاقتصادية تسعى الدول لعقد علاقات معها وهي لاعب أساسي على مسرح السياسة الدولية لتقدمها الاقتصادي وتخشاها الدول الكبرى. عندنا سؤال آخر، تعريف الحرب، والحرب هي حالة أو صراع مسلح بين الدول تنشأ بين دولتين لتحقيق مصالح أو أكثر لتحقيق مصالح وطنية من وجهة نظر الدولتين، وهي حالة قانونية معترف بإمكان حدوثها. عندنا بعد كده نشأة فكرة المنظمات الدولية. طب لو قلنا ما العلاقة بين الحروب والمنظمات، يعني احنا لو جبنا السؤال وكتبناه ما العلاقة بين الحروب والمنظمات، نأتي يعني لإجابة هذا السؤال، الحرب كانت سببا في نشأة المنظمات، فكانت الحرب العالمية الأولى سببا في نشأة عصبة الأمم، حرب العالمية الأولى سبب في نشأة عصبة الأمم، الحرب العالمية الثانية كانت سببا في نشأة الأمم المتحدة، يبقى ده الحرب هنا كانت سبب من أسباب نشأة المنظمات الدولية. الحربين العالمية الأولى والثانية هما من أقوى الدوافع لإنشاء المنظمتين عصبة الأمم والأمم المتحدة، وأنشأوا ليكون العلاقات أكثر سملا وأعمق أمنا وأشمل في التعاون. طبعا الحروب ما زالت من سمات البشرية، نعم العديد من المناطق في العالم لا زالت مناطق ساخنة يوجد بها العديد من الصراعات، وده احنا بنشاهده في كثير من دول العالم او كثير من مناطق العالم،
التي يوجد بها العديد من الصراعات. طيب احنا بعد كده عندنا مراجعة بقى على المنهج بالكامل، لان احنا كده يا اولاد فرغنا من الجزء او خلصنا الجزء الخاص ب الوحدة الرابعة، بنتكلم على مراجعات طولية وعرضية في المنهج، ناخد بما تفسر. طبعا اخر سؤال احنا اتكلمنا فيه يا اولاد هو سؤال بما تفسر، ده دليل على ان احنا سيبنا اسئلة التذكر للاخر خالص، بينما الاسئلة اللي كلها كنا بنتكلم فيها اسئلة التشابهات، اسئلة المقارنات، اسئلة العلاقات، أسئلة الرأي، أسئلة طبعا وجهة النظر وخلافه، وكلها أسئلة تؤدي إلى الفهم. أما أسئلة التذكر فعندنا سؤال الشرح بتاع التذكر الوحيد وهو بما تفسر. بنبدأ السؤال الأول، بنقول الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو الأكثر أهمية للدولة. نعم، الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو الأكثر أهمية للدولة. ليه؟ لأنه له دور في تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة، وبالتالي يؤثر في النشاط البشري للسكان. ما العلاقة بين دوائر العرض واقتصاد الدولة؟ تؤثر في النشاط البشري للسكان. شوف احنا بناخد السؤال ونحور منه أسئلة أخرى. ما مدى مصداقية تلك العبارة؟ خطوط الطول أكثر أهمية من دوائر العرض بالنسبة للدولة. يعني يقول لك هنا ايه السؤال اللي جه قبل كده، بنقول ما مدى صحة العبارة؟ العبارة بتقول ايه؟ ما مدى صحة العبارة؟ خطوط الطول أكثر أهمية بالنسبة للدولة من دوائر العرض. طبعا هنا العبارة خاطئة، يبقى عبارة ليست صحيحة. لماذا؟ لأن دوائر العرض هي الأشد تأثير على قوة الدولة، لأنها تؤدي إلى تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة، وبالتالي التأثير في النشاط الاقتصادي للدولة. وقد نجد تأثير المناخ أو دوائر العرض الكثيرة في الولايات المتحدة لها تأثير على تعدد أنشطة الولايات المتحدة، وبالتالي الوصول للاكتفاء الذاتي. وبالمرة خدنا أن الولايات المتحدة دولة متنوعة في دوائر العرض، متنوعة في المناخ، متنوعة في النشاط الاقتصادي، سلسلة رابطة بعضها. السؤال الثاني، أهمية الموقع البحري للدولة. أهمية الموقع البحري للدولة طبعا له دور في وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجي دون عوائق، تمام، وطبعا دون تحكم دول أخرى، تمتعها بالثروات البحرية المختلفة الموجودة في المياه الإقليمية، وطبعا تساعد على الاحتكاك الحضاري بالدول الأخرى. ولكن برضو هنتكلم على السؤال ده بطريقة أخرى، نقدر نقول ما تقييمك لصحة العبارة؟ وده السؤال اللي ورد عليكم قبل كده في التاريخ وخفنا منه. ما تقييمك لصحة العبارة؟ تتشابه المواقع البحرية من حيث الأهمية. تقييمي إيه؟ لا أتفق مع تلك العبارة، أنها عبارة ليست صحيحة. ما هو ما تقييمي للصحة مش شرط إن أنا أقول له أن هذه العبارة إذن عبارة صحيحة. هنا جاب لي عبارة ليست صحيحة، قيم مدى صدقها، قيم مدى صدق تلك العبارة. ما تقييمك لصدق هذه العبارة؟ عبارة ليست صادقة، ليست صحيحة، ادي تقييم. والسبب ايه؟
لأن المواقع أو أهمية المواقع البحرية تتأثر بعدة عوامل. تتأثر بإيه؟ بطول الساحل، تتأثر بإيه تاني؟ بالظهير الساحلي. طول الساحل تتأثر بيه الظهير الساحلي، الظهير الساحلي. تتأثر بأهمية المسطح المائي، يعني ما مدى ما يتمتع به هذا المسطح من ثروات، هل به ثروات ولا ما فيهوش ثروات. يبقى احنا بناخد السؤال وبنشوف الفهم بتاعه، بيدينا اسئله اخرى. ما تخافش من طبيعه الاسئله اللي موجوده قدامنا، طالما انت فاهم العباره السؤال هيبقى سهل جدا. السؤال الاخر او السؤال التالي بيقول ايه؟ السؤال التالي: تختلف الدول البحريه من حيث اشرافها. نعم، هناك دول تشرف بواجهه واحده، سوريا، تشيلي، دول تشرف بواجهه واحده، سوريا وتشيلي. طيب يعني احنا عندنا الدول التي تشرف بواجهه واحده، سوريا وتشيلي. نشوف على خريطه العالم او على خريطه القاره اللي قدامنا ازاي هنا المناطق دي اللي موجوده دي على العالم او على الخريطه، نوضحها. مثلا على خريطة أمريكا الجنوبية، عندنا الخريطة اهي بتاعت أمريكا الجنوبية، بنوضح عليها وبنقول فين موقع دولة تشيلي. موقع دولة تشيلي الدولة الساحلية اللي موجودة هنا، يبقى سوريا وتشيلي عندنا دولة ساحلية، دولة تشيلي تشرب واجهة واحدة زي ما هو واضح كده قدامنا. هذه الواجهة هي دولة تشيلي تشرف بواجهة واحدة. طيب عندنا أيضا في قارة آسيا سوريا، دولة تشرف بواجهة واحدة سوريا. أين توجد سوريا على خريطة قارة آسيا الواضحة قدامنا؟ سوريا توجد هنا، هذه الدولة هي سوريا تشرف بواجهة واحدة، سوريا على البحر المتوسط اهو. يبقى دولة تشرف بواجهة واحدة عندي خدنا في أمريكا الجنوبية تشيلي، وهنا عندنا سوريا. طيب نواصل تاني في الدول، لقينا عندنا دول تشرف بواجهتين، دول تشرف بواجهتين رقم اتنين. ايه الدول دي؟ مصر، المملكة العربية السعودية، دول تشرف بواجهتين، مصر، المملكة العربية السعودية. خلي بالك ان احنا ممكن نقول مش برضو مصر والمملكة العربية السعودية، لا احنا عندنا كمان نقدر نتكلم على دول تانية. تعالوا الاول نشوف على الخريطة قدامنا، خريطة افريقيا، مصر والمملكة العربية السعودية الدول التي تشرف بواجهتين على الخريطة. عندنا مصر دي اول دولة من الدول التي تشرف بواجهتين، مصر. طيب عندنا ايه الواجهتين اللي بتشرف عليهم مصر في خريطة افريقيا؟ الدولتين اللي بتشرف، المسطحين المائيين، البحر الاحمر من جهة والبحر المتوسط من جهة اخرى. عندي هنا البحر الاحمر وهنا البحر المتوسط، ودول الجبهتين اللي بتطل عليهم مصر. طيب بعد كده عندي المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تلك الدولة تشرف بواجهتين، نعم، جهة الغرب اهو عندي موجود البحر الأحمر، وجهة الشرق الخليج العربي. يبقى السعودية ومصر من الدول التي تشرف بواجهتين. طيب بعد كده بنواصل تاني في سؤالنا اللي هو الأشكال أو المواقع البحرية من جميع الجهات. آخر واحدة المواقع البحرية من جميع الجهات، الدول الجزر، عندي بريطانيا وعندي اليابان، وطبعا الدول الجزر
بريطانيا واليابان دي من الدول اللي هتبان على خريطة العالم واضحة قدامنا. عندي هنا دولة اليابان في قارة آسيا في أقصى الشرق، اليابان وعاصمتها المستحدثة طوكيو، يبقى اليابان. وعندي في قارة أوروبا دولة إنجلترا، في قارة أوروبا دولة إنجلترا وهي دولة برلمانية. إنجلترا دولة برلمانية، يتولى الحكم رئيس الوزراء، الرئيس يسود ولا يحكم، دولة بحرية مجزأة. كل ده نقدر نقوله على بريطانيا، دولة بها عاصمة تاريخية قديمة لندن. طيب نأتي لليابان، اليابان دولة أثبتت أن التقدم ليس في الخامات وإنما في العقول والمهارات، دولة انسحبت من عصبة الأمم في الحرب العالمية الأولى، دولة بحرية مجزأة أراضيها غير مترابطة تفصل بينها مياه، دولة عاصمتها مستحدثة، دولة خالفت مبدأ الحماية في اختيار العاصمة حينما نقلت العاصمة من كيوتو في الداخل إلى طوكيو على الساحل. يبقى لما تيجي تمسك الدولة في خريطة العالم ما تسيبهاش، خلي مخك يفكرك بكل مطالب الدولة على الخريطة، ومن هنا بتكون الخريطة بالنسبة لك أداة للمتعة، تقعد تتذكر بيها ما قيل عن الدولة دي في كل الدروس، بتعمل عملية مسح شامل للوحدات الأربعة، كيف جاءت الدولة في تلك الوحدات، وده شيء عظيم جدا. بنواصل أبنائنا معاكم المراجعات، أسئلة بما تفسر أهمية الدولة لا تقاس بالكيلومترات المربعة. نعم أيضا هناك عوامل أخرى ممكن نقول عناصر قوة الدولة بقى، القوة المورفولوجية والقوة الديموغرافية، القوة التنظيمية، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، ونقول لابد أيضا من وجود حجم موارد تنوعها، عدد سكان وتوزيعهم، النظم السياسية والاقتصادية السائدة في الدولة، سهولة الاتصال بكافة أرجاء الدولة، وقدرة السكان على استغلال الموارد. سؤال آخر، تعد المظاهر التضاريسية من العوامل المؤثرة في قوة الدولة. طبعا التضاريس تؤثر في استثمار الدولة لمواردها. تعاني الدول النامية من هجرة العقول، طبعا ده يعتبر خطر كبير لأن الدول الكبرى تتسابق في جذب العقول، وده أهمية التكنولوجيا، أهمية التعليم له أثر في قوة الدولة، تتسابق دول العالم على اكتساب أصحاب العقول إليها وبشتى الوسائل، وده بيؤدي إلى هجرة العقول، وهذا يعتبر من الجوانب الخطرة للدول خاصة الدول النامية. يعني نقدر نقول ما العلاقة بين هجرة العقول، بنحور السؤال تاني اهو، ما العلاقة بين هجرة العقول، ايه بقى كمان، والتنمية في الدول النامية؟ طبعا تعد هجرة العقول خطرا على التنمية في الدول النامية. خطرا ليه؟ اهي تعد هجرة العقول خطرا على التنمية في الدول النامية. ليه بقى؟ لأنها أشد حاجة، يعني الدول النامية لعقول أبنائها من أجل التنمية، لأنها تحتاج عقول أبنائها في التنمية، وطبعا أبنائها في التنمية مش موجودين. سؤال آخر من أسئلتنا اللي بنراجع بيها، بيعد الدين واللغة من أهم الخصائص تأثيرا في الخريطة السياسية للعالم، الدين واللغة. نعم على أساسهما يتم رسم الحدود السياسية بين الدول، لهما تأثير في النزاعات السياسية بين
الدولة أو بين الدول والدولة الواحدة. وعلى هذا بناتي في خريطة قارة آسيا وبنلاقي حاجة غريبة جدا، إن هو جايب لي هنا ما بين الهند وباكستان حدود، بين الهند وباكستان جايب الحدود دي وبيقول هنا حد. طبعا كثير من أبنائنا بيخلط ما بين جبال الهيمالايا بين الصين والهند وما بين هذه الحدود، فيقول حد جبلي. لا، هذا حد ديني، هذا حد ديني بين الهند وباكستان، تم تقسيم الحدود هنا على أساس ديني. أما أوروبا فتم تقسيم الحدود فيها خاصة وسط أوروبا على أساس اللغة أو أساس لغوي، وبذلك اعتبر الدين واللغة أشد العوامل تأثيرا في خريطة العالم السياسية. وخلي بالك ان ده محل اختيارات في الامتحان لما يقول اشد العوامل تأثيرا في خريطة العالم السياسية وانت تقول له الدين واللغة. نعود مرة اخرى الى مراجعتنا. السؤال القادم بيقول: تعد وسائل النقل من الامور الضرورية للدولة العصرية. نعم، تعمل هذه الوسائل على 1 زيادة تمسك الدولة وتدخلها ووحدتها القومية. يتعذر الدفاع والهجوم في المجال العسكري إذا لم يكن هناك وسيلة اتصال أو وسيلة نقل تنقل عليها الجيوش والمعدات، وده كله بيؤدي إلى أن وسائل النقل ده يعني من وسائل قوة الدولة أو من عوامل قوة الدولة. وإذا كانت وسائل النقل يعني من اللي هي متقدمة أو وسائل النقل تتميز بأنها مرتفعة أو حضارية، ده يؤدي إلى استغلال أو نجاح خطط التنمية في الدولة إذا كانت هذه الوسائل متطورة أو ناجحة. الحدود الجبلية أفضل أنواع الحدود. نعم، هي خطوط دفاعية حصينة تستغلها الدولة في إقامة تحصينات عليها، يقتصر عبورها على ممرات معينة يعني واضحة ثابتة مرئية صعبة العبور. ده كله من اللي هي عوامل قوة الجبال. تأزم مشكلة سبتة وملية عام 1985. تأزم أو اشتداد الأزمة لمحاولة السكان الأسبان الحصول على الحكم الذاتي. أصدرت أسبانيا قانون يلزم الأجانب بتجديد الإقامة كل 5 سنوات وطبق ذلك على المغاربة في سبتة ومليليا، بينما اعتبر المغاربة أنفسهم في المدينتين أصحاب الأرض أو المواطنين الأصليين. السؤال الآخر: أهمية كشمير. طبعا ولاية كشمير كان لها أهمية سياحية فترة الاستعمار البريطاني وكانت مناسبة لإقامة الأجازات الصيفية وتتمتع بارتفاعها ومناظرها الجميلة. سؤال صح أو خطأ برضو من الأسئلة اللي فيها أفكار وفي نفس الوقت فيها شرح وتذكر يعني متوازنة. تتطلب الأمة وجود سلطة حاكمة. طبعا عبارة خاطئة، الأمة ليست لها سلطة حاكمة. من هو رئيس الأمة العربية؟ ليس للأمة العربية رئيس، يبقى الأمة لا تتطلب سلطة حاكمة. عكس الدولة، لا تتطلب الأمة وجود سلطة ولكن السلطة أساسي لقيام الدولة. الدولة الكونفدرالية أقل أنواع الدول شيوعا وأكثرها هشاشة. الدولة الكونفدرالية فيها يا أولاد، طبعا دي يعني عبارة صحيحة، الدولة الكونفدرالية فيها خاصية أنها تعطي الدول المشتركة الحق في الانفصال عن الاتحاد في أي وقت تشاء، وده خلى هذه الدول يعني لا تستمر في خريطة العالم. الهند من الدول التي تنقسم فيها السلطات. نعم، الهند من الدول التي تنقسم فيها السلطات. لماذا؟ لأنها دولة فيدرالية بها سلطتين أو حكومتين، حكومة إقليمية يعني تختص بالشؤون الحياتية، وحكومة مركزية تختص بالأمور السيادية. طب يعني احنا لو
شلنا الهند من هذا السؤال، نقدر نحط ايه؟ البرازيل، نحط استراليا، الولايات المتحدة. يعني اكثر من مثال عندنا في كتاب المدرسة، لكن الحقيقة واحدة. ساعد النظام الإداري والسياسي على قوة واستقرار الاتحاد السوفيتي سابقا، طبعا خطأ، لأنه من الدول الكونفدرالية، والكونفدرالية زي ما قلنا بتشجع على حرية انفصال الدولة، فانفصلت الولايات السوفيتية. تشابه الدولة الفدرالية والكونفدرالية في وجود دستور واحد. طيب الدولة الفدرالية فعلا فيها دستور واحد، لكن الكونفدرالية لكل دولة دستورها الخاص بها. احنا قلنا من خصائص الدولة الكونفدرالية ان لكل دولة الدستور الخاص بها. يختلف اثر الشكل المستطيل للدولة حسب امتداد الدولة. نعم، عندنا الامتداد الطولي من الشمال للجنوب مثل تشيلي وايطاليا يساعد على تنوع المناخ. اما الامتداد العرضي مثل تركيا منغوليا لا يساعد على تنوع المناخ. يعني احنا عندنا في خريطة العالم، تعالوا نشوف يا اولاد في خريطة العالم المناطق الطولية اللي تم الحديث عنها. ادي دولة تشيلي يتنوع بها المناخ، دولة ايطاليا يتنوع بها المناخ لأنها من الدول الطولية من الشمال للجنوب. لو أضفنا لذلك النرويج، ده إضافة من عندنا. لكن عندي بقى دول عكسية، امتدادها من الشرق للغرب، تركيا منغوليا، والامتداد من الشرق للغرب يا أولاد ليس له في تنوع المناخ اي نصيب. بعد كده اللغة تؤثر سلبا على الوطن العربي. في قاعدة بتقول ان اذا ساد في الدولة لغة واحدة فهذا من مصادر قوة الدولة، اما تعدد اللغات داخل الدولة فانها يؤدي الى تفككها، طبعا في ما عدا سويسرا. وهذا يفسر حرص كل دولة على أن يوجد بها لغة واحدة. ولذلك لما جينا عددنا الأقليات وجدنا إيه يا أولاد؟ وجدنا أن أقل الأقليات انتشارا الأقليات اللغوية، لأن كل دولة تحرص على أن يسود بها لغة إيه؟ واحدة. تمام، فاللغة إذن تؤثر في قوة الدولة. هل اللغة مصدر ضعف في الوطن العربي؟ هل تؤثر سلبا في الوطن العربي؟ لا طبعا. وإحنا عندنا كم لغة؟ 22 دولة تتحدث اللغة العربية الفصحى. يبقى احنا بنتكلم اللغة العربية كلنا جميعا لغة واحدة، ولهذا تؤثر ايجابا وليس ايه سلبا، فالعبارة خاطئة، عبارة هنا خاطئة. لان الدول العربية زي ما قلنا تتميز ببساطة التركيب اللغوي، اذ ان جميع سكانها الوطن العربي يتحدثون العربية. وكانت اللغة العربية أولاد بالإضافة إلى الدين الإسلامي من الركائز الهامة لنشأة الأمة العربية. ده كان يعني بعض المراجعة السريعة على بعض الأجزاء اللي موجودة عندنا في المنهج. نأتي إلى التشابهات. يعني إيه التشابهات بقى أولاد؟ أو الحاجات اللي بتمر علينا كتير، الفاظها بتبقى موجوده كتير في الامتحانات. وبعد كده ان شاء الله هنحاول ناخد مقتطفات من النماذج الاسترشاديه من امتحانات الوزاره. بس الاول في موضوع مهم اللي هو موضوع التشابهات اللي موجوده. يعني مثلا الكلام اللي بيبقى فيه تشابه، من الكلام اللي فيه تشابه يا اولاد كلمه اسمها رتب. رتب. طيب انا عندي رتب، دي بتيجي كتير. رتب ايه؟ رتب القارات من حيث الدول الحبيسة. رتب القارات من حيث عدد الدول الحبيسة، او من حيث الدول الحبيسة. تمام؟ رتب مراحل، تمام نقول ايه؟ مراحل ترسيم
الحدود السياسية. طيب في ترتيب تاني، رتب مراحل الانتخابات. نقول ايه كمان؟ رتب، ودي واحدة رابعة بقى، رتب ايه؟ العلاقات الدولية، العلاقات الدولية في السلم، في السلم. ده الترتيب بتاعنا. خلينا يعني نشوف كده ان كلمة رتب جت في خلال المنهج في اكثر من شيء. في رتب اخر، رتب ايه برضه؟ رتب مراحل تطور النظام العالمي الجديد. ادي ترتيب. طيب نرتب الدول من حيث، او القارات من حيث الدول الحبيسه. افريقيا، بعد كده في اسيا، اوروبا، امريكا الشماليه. طب وبعد كده مفيش، يعني امريكا، انا اسف، امريكا الجنوبيه، وبعد كده مفيش، لان امريكا الشماليه ما فيهاش دول حبيسه. امريكا الجنوبيه فيها دولتين، بوليفيا وباراغواي. طيب رتب مراحل ترسيم الحدود السياسيه. واحد، التعريف والتخطيط. اتنين، التحديد. ثلاثة، التعيين. أربعة، إدارة الحد. رتب مراحل الانتخابات. نرتب مراحل الانتخابات. تقسيم الدوائر، دي المرحلة الأولى. الترشح للانتخابات، بعد كده إجراء الانتخابات. بعد كده فرز الأصوات. آخر حاجة إعلان النتيجة أو الفائزين. طيب رتب العلاقات الدولية في السلم. العلاقات الدولية في السلم، أو طرق حل المشكلات بالطرق السلمية. أول حاجة مفاوضات مباشرة بين الطرفين. فشلت، نخش في حاجة جديدة، وساطة. فشلت، نخش في حاجة جديدة، مساعي حميدة. فشلت، نحيل إلى لجنة ونسميها التوفيق. فشلت، نخش بقى في التحكيم، محكمة العدل والتحكيم. دي كلمة ترتب لما تجيلنا في كثير من الأسئلة، فبتكون دائما يعني موجودة في معظم امتحانات. طيب في كلمة أخرى أولاد برضو من الكلام نقدر نقول عليها، التكنولوجي. الكلمة دي بتقابلنا كتير، التكنولوجي. التكنولوجيا والجغرافيا السياسية. التكنولوجيا ومناخ الدولة. التكنولوجيا وقوة الدولة. التكنولوجيا والتكتلات الاقتصادية. التكنولوجيا والنظام العالمي الجديد. طيب
التكنولوجيا والجغرافيا السياسية. أدت التكنولوجيا إلى إيه؟ تطور علم الجغرافيا السياسية، تطور الجغرافيا السياسية. كمان أصبح العالم بالتقنيات الحديثة العالم قرية كونية صغيرة. أيضا توفير معلومات وبيانات دقيقة. آخر حاجة طبعا إن هي توفير خرائط بالغة الدقة. آدي التأثير للجغرافيا أو التكنولوجيا على الجغرافيا. طب التكنولوجيا والتأثير على مناخ الدولة، قللت يعني صغرت الحجم، قللت من سلبيات المناخ. ازاي هي يعني قللت من سلبيات المناخ؟ بطرق او بوسائل المواصلات الحديثة، بالتكييف، وبرضو البيوت البلاستيكية اللي بيتم الزراعة المحمية فيها، البيوت البلاستيكية تيكي، وده طبعا بيتم فيها زي ما قلنا استخدام التكنولوجيا للزراعة. طيب التكنولوجيا وقوة الدولة، زادت من قوة الدولة او تزيد من قوة الدولة، تزيد من قوة الدولة. فالتقدم لم يعد في الخامات بل العقول والمهارات. وطبعا العقول والمهارات يبقى بين قوسين اليابان، دي العقول والمهارات. طيب احنا كده بنخش في التكتلات الاقتصادية، التكتلات الاقتصادية التكنولوجيا والتكتلات الاقتصادية. بنقول ايه؟ مستوى تكنولوجي متقارب بين دول التكتل يساعد على نجاح التكتل، يبقى مستوى تكنولوجي متقارب، مستوى تكنولوجي متقارب يعمل على نجاح التكتل. ماشي كده؟ ده المستوى التكنولوجي المتقارب بيؤدي إلى أن تعم الفائدة ويعدي إلى استمرار التكتل ونجاحه. طيب التكنولوجيا والنظام العالمي الجديد، مش احنا قلنا في أول الحلقة أنها من المتغيرات التي ساعدت على قيام نظام عالمي جديد، تمام كده؟ من المتغيرات التي ساعدت على النظام العالمي الجديد. ده مش كده بس، ده احنا بنقول بيدور الصراع حوالين التكنولوجيا ومكوناتها، وده طبعا يعتبر من الحاجات المهمة جدا اللي احنا كنا بناخدها في متغيرات النظام العالمي الجديد في الوحدة الرابعة. ده كله يا اولاد بين الحاجات اللي هي الاسئلة اللي احنا بنقول عليها من التشابهات اللي بتبقى موجودة عندنا في المنهج. أيضا من التشابهات اللي موجودة عندنا في المنهج نقدر نقول مثلا يعني في حاجات بتقول صنف، يعني في كلمة صنف، صنف ده بنلاقيها كتير موجودة بوسائل متعددة. كلمة صنف، صنف. طيب تعالوا نشوف، صنف الدول، صنف الدول
من حيث التقسيم السياسي والإداري. خلي بالك أنا هجيب إيه جنبيها، صنف الدول من حيث العلاقة بين السلطات الثلاثة اللي هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. خلي بالك صنف الدول من حيث نقول مثلا شكل الحكم، يبقى دي تصنيفات فيها نوع من انواع اللخبطه شويه. يعني ايه؟ ابنائنا بيقول التصنيفات ديت مثلا فيها كده حاجات كتيره شبه بعضيها، وده بالتالي بيخلي الطالب يعني في حاله لخبطه مع الحاجات دي. لا، ان مفيش لخبطه ولا حاجه، احنا حطيناهم قدام بعضينا اهو. نصنف الدول من حيث التقسيم السياسي والاداري. من حيث التقسيم السياسي والاداري نجد الدول متصنفه ايه؟ واحد، رقم واحد اهو، وحدويه مركزيه. تلك الدول التي بها حكومه واحده ومجلس نيابي واحد، فيها حكومه واحده ومجلس نيابي واحد. دي اللي احنا بنقول عليها هي الدول اللي هي من حيث التقسيم التقسيم الإداري والسياسي. طيب نمرة اتنين عندي في التصنيف من حيث التقسيم السياسي والإداري، دول اتحادية مركبة. اتحادية مركبة. الدول الاتحادية المركبة عندنا هنا يا أولاد اللي هي عندي الدولة التي تحتوي على حكومتين، حكومة مركزية في العاصمة يكون لها الأمور السيادية، أو حكومة مركزية وحكومة محلية. الدول الاتحادية المركبة مكونة من دولتين برضو، فيدرالية ودول أخرى اسمها الكونفدرالية. ده التقسيم من حيث التقسيم السياسي والإداري. طيب التقسيم من حيث السلطات، العلاقة بين السلطات الثلاثة، لقيت عندي هنا التقسيم بيقول إن في دول ذات نظام رئاسي الرئيس فيها يسود ويحكم، هناك تخصص واستقلالية طبعا مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نمرة اتنين عندي نظام آخر اسمه نظام برلماني. النظام البرلماني الرئيس يسود ولا يحكم، يتولى الحكم رئيس الوزراء مثل انجلترا. رقم ثلاثة يعني خليط بين الاثنين، بنقول عليه شبه رئاسي او شبه برلماني. شبه رئاسي، وده بياخد الميزتين، السلطة فيه مناصفة بين الرئيس والحكومة، الرئيس والحكومة مثل فرنسا. يبقى أنا لما أجي أبص هنا ألاقي إيه؟ رئاسي برلماني، خليط بين الاتنين، رئاسي برلماني، وبعدين خليط بين الاتنين أو ما بين الرئاسي والبرلماني اللي هو شبه رئاسي أو شبه برلماني. طيب صنف الدول من حيث شكل الحكم. عندي هنا بقى التصنيف، في ملكي وفي جمهوري. طب تعالى نشوف كيف ينتقل الحكم في الدول الملكية بالوراثة. طب كيف ينتقل في الدول الجمهورية؟ بالانتخابات، بالتداول السلمي للسلطة، يعني انتقال السلطة سلميا من الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس
المنتخب زي ما شفنا من الرئيس عدلي منصور إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان انتقال بجمهوري، انتقال سلمي للسلطة زي ما شفنا. طيب دي تصنيفات الدول، عشان بعض أبنائنا بيقول أنا بتلخبط لما يقول لي صنف الدول إزاي أفرق ما بين وحدة ومركزي ورئاسي وبرلماني. لا، خلي بالك من الكلام ده. ايه الكلام اللي موجود ده؟ ان ده تقسيم اداري وسياسي، ده من حيث العلاقة بين السلطات الثلاثة، ده من حيث شكل الحكم او الشكل العام للحكم. ده بالنسبة لسؤال صنف. نحن لازلنا في سؤال صنف، وبنقول ان سؤال صنف ده من الاسئلة اللي بتحير كثير من ابنائنا. صنف، صنف العواصم. احنا طالما جبنا بقى صنف العواصم واتكلمنا كده، يبقى صنف انواع قلب الدولة، انواع قلب او صنف قلب الدولة. طيب تعالوا نصنف العواصم. اما نصنف العواصم عندنا الاقي عواصم قديمة التي ظلت لقرون المركز الحضاري والثقافي. زي مين بقى؟ القاهرة، روما، باريس، لندن، دي كلها عواصم قديمة. طيب أجد أيضا في التصنيف عواصم مستحدثة، مستحدثة نقلتها الدولة لسبب أو لآخر. من المستحدثة دي؟ طوكيو في اليابان، يبقى دي عاصمة مستحدثة. طبعا تصنيف العواصم بالشكل ده، ده مختلف عن ما يعني يكون هناك تصنيف للعواصم، يعني صنف العواصم مثلا الآتية ويجيب لي أسماء بعض العواصم وأنا أصنفها. لا، ده مختلف عن ده خالص. يعني مثلا من ضمن الأمثلة المختلفة للحاجات اللي احنا خدناها، تصنيف هنا هو صنف العاصمة ونوعها والدولة. روما يبقى تاريخية قديمة، تاريخية. الدولة إيطاليا. لندن نفس الكلام، الدولة إنجلترا. باريس نفس الكلام، الدولة فرنسا. القاهرة كذلك، الدولة مصر. طوكيو نوعها مستحدثة. طيب الدولة إيه؟ طوكيو اليابان. يبقى احنا عندنا ده تصنيف تاني اهو، يعني احنا برضو ايه، التصنيفات شغالة. تمام، قد يأتي بأسامي دول للتصنيفات ازاي؟ او عندك اهو صنف الدول من حيث النظام السياسي والإداري. الصين وحدوية ضخمة المساحة، لأن دائما الوحدوية بتكون محدودة المساحة، تحتوي على حكومة واحدة حتى يسهل السيطرة على أجزاء البلاد، فلابد أن يكون بها إيه؟ زي ما قلنا محدودة المساحة، ما عدا الصين دولة وحدوية كبيرة المساحة. اليابان وحدوية مجزأة بحرية أهو. فرنسا النظام السياسي والإداري برضه حكومة واحدة وحدوية. تمام، وحدوية موحدة. مصر وحدوية. استراليا طبعا استراليا اتحادية مركبة اللي هي فيدرالية، فيدرالية. ومعها كمان البرازيل فيدرالية، ومعها الهند فيدرالية. يبقى دي تصنيفات للدول
بتاعتنا، لكن احنا صنفنا العواصم زي ما احنا شايفين. عايزين نصنف بقى انواع قلب الدولة. طبعا قلب الدولة زي ما قلنا مناطق تمثل ثقل او وزن هام في الدولة، قد تكون اهم من العاصمة. احيانا عندي انواع قلب الدولة: واحد اقتصادي، وهنا المثال بتاعنا على القلب الاقتصادي هو البحيرات العظمى. طيب بعد كده عندي تصنيف تاني لقلب الدولة وهو السياسي. سياسي تصدر منه القرارات السياسية وهو القاهرة، ده قلب سياسي. طيب ثقافي به المقرات الثقافية والدينية، ده ثقافي اللي هو مين؟ الثقافي بتاعنا مكة. ده كده اللي هو تقسيمات قلب الدولة او انواع قلب الدولة. اخر نوع من انواع قلب الدولة القلب السكاني، وطبعا القلب السكاني جنوب افغانستان. جنوب افغانستان طبعا احنا مش هنروح بعيد، احنا هنجيب خريطة العالم نوضح عليها الكلام اللي احنا شفناه ده. يعني لما نجيب خريطة العالم قدامنا وناخد التصنيفات بتاعتنا ونقول احنا خدنا طوكيو، ادي طوكيو عاصمة مستحدثة. خدنا ايضا القاهرة عاصمة قديمة، روما عاصمة قديمة، باريس عاصمة قديمة، لندن عاصمة قديمة. طيب بعد كده جنوب افغانستان، فين افغانستان؟ افغانستان اهي، السهم يشير اليها، جنوب افغانستان. طيب فين تاني قلب تاني؟ مكة، قلب ديني. جنوب افغانستان قلب سياسي، مكة قلب ديني. كده احنا صنفنا انواع قلب الدولة والعواصم. لينا جزء اخر فيه هنا برضو البحيرات العظمى بين الولايات المتحدة وكندا، قلب اقتصادي، منطقة قلب اقتصادي. تمام، يتفق دائما يا اولاد، يعني برضو من صح او خطأ القلب او اختار من بين الاقواس، يتفق دائما العاصمة مع القلب ايه بقى؟ الاقتصادي ولا السياسي ولا الثقافي ولا السكاني؟ تتفق العاصمة دائما مع القلب، الاقتصادي ولا السياسي ولا الثقافي ولا السكاني؟ السياسي. تمام، لماذا السياسي؟ لان العاصمة مقر الحكم وتصدر منها دائما القرارات السياسية. والقلب السياسي ما تعريفه؟ المنطقة التي تتميز بأهمية اذ انه تصدر منها القرارات السياسية مثل القاهرة، طبعا بتبقى مقر الحكم. فدائما العواصم قلب سياسي، لان مش شرط يا اولاد ان العواصم او ان المناطق القلب تكون عواصم، مش شرط. فمكة قلب ديني وليست عاصمة، جنوب افغانستان قلب سكاني وليس العاصمة، البحيرات العظمى قلب اقتصادي وليس العاصمة في الولايات المتحدة، العاصمة واشنطن. طيب كده احنا صنفنا انواع قلب الدولة، صنفنا العواصم، الدول من حيث تقسيمتها. عايزين نصنف الدول من حيث الشكل. الشكل لازلت في سؤال صنف، شوف سؤال صنف، احنا بنلم المنهج كله في الاسئلة الموحدة. صنف ايه بقى؟ الدول من حيث شكلها، شكل الدولة عامل ازاي. تمام كده؟ طيب
صنف ايه تاني الدول من حيث قدرتها على انتاج ايه الغذاء؟ سؤال جميل. طيب خلينا الدول من حيث الشكل. الدول من حيث الشكل لقينا ايه بقى؟ مندمج في شكل تاني مستطيل. وفي شكل تاني طبعا المستطيل ده الطولي مجزأ. في شكل أخير رابع الشكل الجيبي أو المحتوى. آدي الأربع أشكال للدول. الشكل المندمج تكون المسافة في الدولة من وسطها إلى أطرافها متساوية، يحقق أفضل اتصال، يحقق أفضل سيطرة، تسيطر في الدولة على جميع مناطقها. الشكل المندمج أفضل الأشكال. طب الشكل المندمج ده ألاقي فيه مين؟ فرنسا، ألاقي مصر. من الدول ذات الشكل المندمج فرنسا، مصر. تعالوا نشوف خريطة أوروبا. خريطة أوروبا معانا واضحة اهي، تمام. أين توجد فرنسا يا جماعة؟ وهي دولة منتظمة الشكل اهي، المسافة من وسطها لأطرافها متساوية. دي من الدول المندمجة. ايضا مصر بقى، واحنا عارفين موقع مصر وشفناها، ايضا هي من الدول المندمجة. هناك نوع من المندمج اسمه المندمج ذو بروز. يبقى المندمج هنا ايه؟ ببروز. ياخذ خصائص الشكل المندمج عدا ان له بروز يبرز داخل دولة اخرى. وده في نوعين، في الكونغو في افريقيا وفي افغانستان في اسيا. جميل. يبقى احنا هنا مطلوب مننا نجيب قارة اسيا وقارة افريقيا. قارة اسيا قدامنا اهو، فين بقى مندمج ذو بروز؟ افغانستان اهي مندمج ذو بروز، والبروز هنا اهو مش واضح قوي بس موجود اهو. تمام كده، ده مندمج ذو بروز. ايضا من المندمج ذو بروز الكونغو، والكونغو هنا عندنا شديد الوضوح، واضح جدا اهو دولة الكونغو واضحة، وادي البروز اهو. دي الدول المندمجة ذات بروز. تأخذ خصائص المندمج عدا أن لها سلبية وجود بروز داخل دولة أخرى. صح أم خطأ؟ الشكل المندمج ذو البروز دائما إيجابي. خطأ، في سلبية وحيدة أنها وجود بروز يبرز داخل دولة إيه؟ أخرى. طيب تعالوا ناخد الشكل المستطيل. أنا لسه في صنف الدول من حيث الشكل. الشكل المستطيل أو الشريطي يكون طول الدولة ستة أمثال عرضها. طب اديني مثال. تشيلي، إيطاليا، دول طولية. وطبعا تشيلي وإيطاليا من الدول الطولية اللي احنا بنقول عليها يعني يتحقق بها الشكل، مميزات الشكل الطولي، لأنها يتنوع بها المناخ. وادي عندنا دولة تشيلي كمثال أهو، واضح قدامنا دولة تشيلي، دولة طولية تطل على الساحل بواجهة واحدة. يعني ادي السواحل اهي وهي تطل عليها بواجهة واحدة على السواحل.
طيب ده بالنسبة للدول أو أمثلة للدول الشريطية الطولية، مثال يعني يعتبر من الأمثلة المثالية أوي. الشكل بقى المجزأ وفيه تكون أراضي الدولة غير مترابطة. نقول تاني، الشكل المجزأ فيه تكون أراضي الدولة غير مترابطة، ولذلك الشكل المجزأ في داخله أنماط وتصرفات. هو كمان تعالوا نشوف الشكل المجزأ عامل إزاي. المجزأ بحرية مجزأة، برية مجزأة، برية بحرية مجزأة. يبقى احنا عندنا هنا الشكل ده اهو، دولة بحرية مجزأة. بحرية مجزأة اليابان. تعالوا نشوف يا اولاد اليابان قدامنا على الخريطة. اليابان اهي قدامنا على الخريطة، دولة بحرية مجزأة اليابان. خلي بالك الفلبين تحتها بحرية مجزأة، خلي بالك اندونيسيا تحتها بحرية مجزأة. يبقى دي دول تفصل المياه بين اراضيها. تتميز اراضي اليابان بالترابط. خطأ، اليابان ارضها مجزأة ليست مترابطة، تفصل بينها ايه؟ مياه. طيب عندي بقى برية مجزأة. طب البرية المجزأة مش هتبان بقى غير على خريطة العالم. عندنا البرية المجزأة الدولة، لاحظ حاجة، البحرية المجزأة تفصل بين أرضها مياه، البرية المجزأة يفصل بين أراضيها يابس، يعني دولة أخرى. تعال نشوف المثال ده عندنا هنا. المثال ده موجود، الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها هنا ألاسكا، جزء منها اسمه ألاسكا، وجزء منها هنا الولايات الأمريكية ال 48 الباقيات. تمام؟ يفصل بينهما مين بقى؟ يفصل بينهما دولة أخرى وهي مين؟ كندا. يبقى الدولة دي حد فاصل بينهم. يبقى دولة يصل بين أراضيها دولة أخرى، دي برية مجزأة. والمثال بتاعنا هنا الولايات المتحدة الأمريكية. طيب آخر مثال، البرية البحرية المجزأة. برية بحرية مجزأة، الكلام ده فين؟ بص يا ولاد، يعني احنا عندنا الدولة دي إيطاليا برية لأنها تتصل ببر أوروبا، بحرية لأن الماء يحيط بها من أكثر من جهة، أهو من الجنوب والشرق والغرب، البحر الأدرياتي، البحر التيراني، ودول أجزاء من البحر المتوسط. يبقى برية تتصل ببر أوروبا، بحرية تحيط بها المياه، مجزأة يعني إيه مجزأة؟ تتبعها جزيرتين، صقلية وسردينيا، تتبعها صقلية وسردينيا، جزيرتان، ولذلك اعتبرت إيطاليا دولة برية بحرية مجزأة. طب تخيل إن ممكن يقول بما تفسر إيطاليا برية بحرية مجزأة؟ برية تتصل باليابس أو بالبر، بحرية تحيط بها المياه، مجزأة لأنها تتبعها جزيرتين صقلية وسردينيا. يبقى احنا خدنا التصنيف بقى اهو في الدول او في المناطق او الدول من حيث الشكل. اخيرا الشكل المحتوى او الجيبي. الشكل المحتوى او الجيبي، وان تكون الدولة، ان تكون الدولة محاطة بدولة اخرى، محاطة بدولة اخرى. زي ايه؟ زي ساوث افريكا اللي هو ايه؟ جنوب افريقيا. وجنوب افريقيا لما نشوف يا اولاد الدولة المحتوى اللي فيها، هنلاقي الدولة تسمى ليسوتو، تقع داخل دولة جنوب افريقيا. احنا عندنا دولة جنوب افريقيا
اللي موجودة بهذا الشكل هذه هي الدولة، وأما الدولة المحتوى داخلها هي الدولة تسمى ليسوتو بهذا الشكل. يبقى احنا عندنا دولة جيبية محتوى هي دولة ليسوتو. ما تقييمك لشكل دولة ليسوتو؟ يمثل ضعف للدولة، إذ أنه يجعلها تابعة للدول أو لدولة جنوب أفريقيا المحيطة بها، والشكل الجيبي مصدر ضعف للدولة. ده بالنسبة للتصنيف الدول من حيث الشكل. عندي بقى هنا تصنيف الدول من حيث إنتاج الغذاء، وقضية الغذاء قضية أمن قومي، لأن الغذاء إذا توفر في دولة ما، ماذا يحدث إذا توفر الغذاء داخل دولة؟ يعفي الدولة من التعرض للضغوط الخارجية من الدول المصدرة للغذاء. تمام كده؟ ماذا يحدث إذا اعتمدت الدولة على الغذاء من داخلها؟ مصدر قوة، إذ أنه يعفي الدولة من التعرض للضغوط الخارجية للغذاء. ولنا أن نصنف دول الغذاء بقى. انقسمت دول الغذاء إلى إيه يا باشا بقى؟ واحد، دول فائض. اتنين، دول اكتفاء ذاتي نسبي. تلاتة، دول لديها نقص. تمام كده؟ يبقى أنا عندي دول فائض. من دول الفائض اللي عندي في إنتاج الغذاء دول لديها فائض، عندي كندا، عندي بعض دول أوروبا. طيب لما تيجي كندا في خريطة العالم، إذا جاءت كندا في خريطة العالم، ما المطلوب؟ يعني نجيب كندا كده في خريطة العالم، ما المطلوب من كندا؟ نقول دولة من حلف الناتو، دولة بها فائض من إنتاج الغذاء. تمام؟ دولة كبيرة المساحة، دولة يجاورها دولة. خلي بالك إن كندا دي بيجاورها ألاسكا والولايات المتحدة، والاتنين لون واحد زي ما أنت شايف أهو، دولة واحدة. يبقى دولة بيجاورها دولة. طيب نأتي بعد ذلك إلى تصنيفين بيدونا نوع من أنواع اللخبطة، اللي هم عناصر قوة الدولة وعناصر قوة الدولة الاقتصادية. صنف برضه، احنا في التصنيف، لازلنا في التصنيف. عناصر قوة الدولة الاقتصادية، وهنا صنف برضو عناصر قوة الدولة، وهذا بصفة عامة عناصر قوة الدولة. لما اجي اصنف عناصر قوة الدولة، خلي بالك قال ايه؟ الاقتصادية. الاقتصادية يبقى واحد، تنوع الموارد الاقتصادية، يبقى هنا تنوع الموارد الاقتصادية. رقم اتنين، الكفاءة التي تدار بها الموارد. تلاتة، مدى امتلاكها للتقنيات، مدى امتلاكها للتقنيات. رقم أربعة، علاقتها الخارجية. يعني ايه علاقتها الخارجية؟ الصادر والوارد. الصادر وارد. رقم خمسة، مقدرتها على الصمود، القدرة على الصمود. طبعا هنا القدرة على الصمود في وقت الأزمات. طيب عناصر بقى قوة الدولة نفسها،
خلي بالك في فرق ما بين عناصر قوة الدولة هنا الاقتصادية، لكن هنا عناصر قوة الدولة بصفة عامة. أقول له نعم، واحد المورفولوجية، القوة المورفولوجية اللي هي المساحة والشكل. اتنين القوة الديموغرافية، السكان اللي هي القوة السكانية. تلاتة هدي هنا القوة الاقتصادية، تمام كده. بعد كده رقم أربعة القوة العسكرية. أخيرا رقم خمسة القوة التنظيمية اللي هو مستويات الحكم والإدارة داخل الدولة. طيب احنا كده يبقى كلمة صنف تقريبا احنا يعني اشتغلنا عليها بشكل منظم وجميل، وخدنا صنف بجميع أنواع. برضو من الحاجات المتشابهة في منهجنا التأثير السلبي والإيجابي، الأثر أو التأثير السلبي والإيجابي. التأثير السلبي والإيجابي، طبعا عندنا التأثير السلبي والإيجابي ده للموقع بالنسبة لليابس والماء، لو بحر يبقى إيجابي، لو مثلا حبيس يبقى سلبي. بالنسبة لعدد الدول المجاورة، المساحة الكبيرة للحجم الكبير للسكان، لازم تدور على هذا المفهوم من خلال ما درست، وإن شاء الله تجيب عليه أسئلة زي ما احنا دربناك كده وعرفناك. أبنائنا الأعزاء، في نهاية حلقات مدرسة على الهواء جغرافيا نرجو أن نكون وفقنا في عرض منهج الجغرافيا السياسية، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو وتقصير فهو من أنفسنا، ونسعى دائما إلى يعني الأفضل، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق. خلي بالك إن شاء الله الامتحان هيجي على مستوى مداركك وفهمك، بس طالب منك تفكر في السؤال كويس وتحل بشكل كده إيجابي زي ما علمناك في مدرسة على الهواء. كل عام وأنتم بخير، نلقاكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.